الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أكدت اللجنة الاقتصادية النيابية انتفاء كافة مبررات رفع سعر صرف الدولار، مطالبة وزارة المالية والبنك المركزي بالعودة للسعر السابق. وقال عضو اللجنة مازن الفيلي إن قرار رفع سعر صرف الدولار أثر سلبا وبشكل كبير على حياة المواطنين في مختلف طبقات المجتمع، الفقيرة والهشة والموظفين، بل وحتى التجار والمقاولين، مبيناً أن تبريرات الحكومة لرفع سعر صرف الدولار غير واقعية وغير مدروسة. تراجعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة، وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد 147,800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، بعد أن سجلت خلال افتتاحها صباح أمس 147,900 دينار عراقي لكل 100 دولار. وانخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد إلى 148,250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار أمريكي. أعلن سوق العراق الأوراق المالية تداول 6 مليارات سهم بقيمة مالية بلغت أكثر من 8 مليارات دينار خلال شهر تموز الماضي. وذكر السوق أن عدد الشركات المتداولة أسهمها بلغت 62 شركة مساهمة، ولم تتداول أسهم 23 شركة لاختلاف الأسعار المعروضة عن المطلوبة من قبل المستثمرين، فيما توقفت 18 شركة لعدم تقديم الإفصاح من أصل 103 شركات مدرجة في السوق. وأضاف أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 6,017,761,000 سهم بقيمة مالية بلغت 8,915,000,000 دينار من خلال تنفيذ 4,377 صفقة. أعلنت وزارة الكهرباء أن العراق اتفق مع الجانب الإيراني على تسديد ما بذمته من ديون لقاء ما يستورده من الغاز الخاص بتشغيل محطات الكهرباء. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى إن الحكومة والوزارة قدمتا مقترحا بشأن جدولة الديون، وأن الجانب الإيراني قد يفهم ذلك. وفيما يخص مستويات الغاز، أكد موسى أن النقاشات تتمحور على 47 مليون متر مكعب من الغاز بواقع 30 متر مكعب للمناطق الوسطى وبغداد، و17 مليون متر مكعب للمحافظات الجنوبية. تراجعت أسعار النفط اليوم الثالث على التوالي وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي الانتشار المتزايد للمتغير دلتا من فيروس كورونا في البلدان المستهلكة الكبرى إلى خفض الطلب على الوقود. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 72.38 دولارا للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 70.39 دولارا للبرميل. وتكافح الولايات المتحدة والصين مع تفشي سريع الانتشار المتغير دلتا شديد العدوى، الذي يخشى الكثير أن يحد من الطلب على الوقود في وقت يرتفع فيه تقليديا في كلا البلدين. ارتفعت أسعار الذهب بدعم من تراجع الدولار، حيث يترقب المستثمرون إشارات من بيانات الوظائف الأمريكية بشأن تعافي سوق العمل. هذا وارتفع الذهب الفوري إلى 1814 دولارا للأوقية، بعد أن وصلت العقود الآجلة للذهب الأمريكي إلى 1816 دولارا. وأدت التصريحات المتشائمة من قبل البنك المركزي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة إلى الابتعاد عن الذهب، ما أدى إلى ارتفاع الذهب بأكثر من 1%، بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر واحد. ختام الموجز بأمان الله.